وعلمك الأزلي إنه في زمان على أرض مصر الطيبة وعلى أرض الكنانة يظهر الخونة ولتكون أرضها باسم دينك باسم نبيك ومصطفاه. ومضى عام كان عام ظلام لم تخرج فيه شمس الحب ولا شمس السلام ولا شمس المودة على أرض الكنانة، ولكن الله أراد نصرة لدينه وليعيد لمصر رونقها ولتشرق شمسها من جديد إنارة من عند رب العباد. فأرسل شبابا تمردوا وكانوا خير شباب مصر، وفجأة في 30 من يونيو سطر شعب مصر ملحمة ثورية قلتها 30 مليون مصري قادوا هذه الثورة وكانوا في حاجة إلى من يقف إلى جوارها، وبدأنا نبحث فإذا لنا نجد من بين الظلمات نور يشرق ليقول شعبنا في حاجة إلى يد تحنو عليه، وليقول من مد يده على الشعب المصري قطعناها، نحن فداء لمصر. وإذا بصاحب هذه الكلمات رجل بسيط أقولها وأرددها، تربى في أحد أحياء مصر الشعبية، المكان الذي خرج منه جمال عبد الناصر وخرج منه أديب مصر صاحب جائزة نوبل، خرج من هذا المكان أيضا. في هذا المكان تربى السيسي فشرب من ترابها وتغنى على أنغامها وعلم أن الله معه إذا ونصر شعبه، فخرج من بين الصفوف ليعلن خارطة المستقبل وبجواره جناحي هذه الأمة إمام المسلمين الأكبر وعظيم خط مصر، كلاهما يقولان له سر على بركة الله، فإن الله قد جاء بك في هذه المرحلة لتقود السفينة. يا سادة، نحن نختاره نتركه وحده إذا كانت هذه مرحلة المبايعة، فإن علينا واجبا آخر، لأن الضلال يستأجر بعضا ليقول نعم لغيره، ولو نمنا لسبحوا في الساحة. فعلى 25 مليون ألا تهدى لهم جف حتى نجلسه على كرسي الرئاسة، وبعدها يخرج الشعب كله في قيمة كبيرة ليرفع من شأن هذا البلد.
العمل العمل. وأقول كما قيل في عهد الزعيم الراحل كمال عبد الناصر، دقة عمل اللي دقة سعد العمل الثوري. نحن في حاجة إلى عمل ثوري ينقذ مصر من ضيعاتها، معي اقتصادي كبير فالصلاح أتابعه وأعجب برأيه، ومن آرائي أن الشعب إذا جلس واضعا يده على خده ضاعت مصر، أما نحن فلم نضع أيدينا على الخدود بل بسواعدنا سنبني أرض مصر.